يا مساء الخير على كل الاهلاويه. كان نفسي ابتدي الحلقه طبعا واقول مبروك، بس ان شاء الله حلقه السادسه زي النهارده الاسبوع الجاي نبارك للاهلاويه وللنادي الاهلي والمجلس ادارته على التاهل لنهائي بطوله دوري الابطال. الحقيقه يمكن النتيجه كانت طالعه من الكنترول، وقلنا هنا في السادسه انه الاهلي لو كان في حالته الطبيعيه وكان على مستوى من جديه والتزام والتركيز قادر على انه يفوز على الترجي في رادس، وقد كان. الحقيقه يمكن فوز ممكن نسميه مع الرأفة أو مع الرحمة، كان من الجايز جدا ومن الممكن أنه الأهلي يفوز بسكور كبير جدا لو أحسن لعبتنا أنها تستغل الفرص اللي أتيحت ليها على مدار اللقاء، لكن الحقيقة نتيجة ولا أروع في جولة أولى من مواجهة تحتمل والحسابات مفتوحة على كل الاحتمالات. الحقيقة يمكن مباراة القاهرة بإذن الله هتلعب يوم السبت اللي جاي تحتاج مننا ان احنا نقفل صفحه رادس، نقفل صفحه المواجهه الاولى، نقفل صفحه او ننسى النتيجه الحال للنادي الاهلي في مباراه الذهاب 1-0. كانت نتيجه اسعدت بالتاكيد كل جماهير النادي الاهلي، ولكنها لم تحسم التاهل حتى اللحظه. يعني ننتظر طبعا مواجهه ثانيه بالتاكيد هيكون ليها صعوبتها، وبالتاكيد هيكون ليها اكتر من سيناريو محتمل هنتكلم فيه وندردش مع حضراتكم ونسمع اصواتكم وارائكم في المواجهة الأولى اللي انتهت في رادس والمواجهة المنتظرة طبعا في القاهرة. اللي زاد الحقيقة من أهمية المواجهة امبارح أو ادانا إحساس أو انطباع نوعا ما إنه النتيجة دي كانت نتيجة رائعة جدا في مشوار الهدف الأسمى، طبعا هو حسم اللقب، تحقيق البطولة، هو فوز كايزر تشيفز على الوداد على العكس من كل التوقعات اللي توقعتي أنا. طبعا فوز اللي حققه كايزر تشيفز امبارح على الوداد فوز غالي جدا، وخصوصا إنه في لقاء الذهاب على أرض الوداد في المغرب. الجولة الثانية هتتلعب برضو في نفس التوقيت بتاعنا أو في نفس اليوم بتاعنا، يمكن الماتش بتاعهم هيسبقنا بساعات بسيطة جدا، لكن مباراة العودة في جنوب أفريقيا مع كايزر تشيفز والوداد احتمالات تأهل كايزر تشيفز فيها أكبر بكتير جدا نتيجة طبعا تقدمه بهدف في المواجهة الأولى على أرض الوداد. لقاء هيكون صعب جدا على الوداد، كنت في ظروف طبيعية جدا أشجع الوداد بحكم إن احنا طبعا في الأول والآخر أشقاء، لكن كون إن المباراة هتتلعب مباراة نهائية، مباراة نهائي دوري الأبطال هتتلعب في المغرب زي ما حدد الاتحاد الأفريقي، فده يخليني أفضل الحقيقة إن أنا أواجه كايزر تشيفز على أرض محايدة. أفضل بالنسبة لي كتير جدا إن أنا ألاعب الوداد على أرضه في نهائي البطولة، وإن كنت الحقيقة برضو يعني ثابت على مبدئي الفريق البطل يواجه أي حد أي فريق في أي مكان، وأعتقد إنه الأهلي بتشكيلته الرائعة، وأعتقد إنه المباراة بتاعت امبارح فيها الكتير اللي اتقال بصرف النظر عن النتيجة، بتكلم هنا على الأداء، على شكل الفرقة، على الروح، على الثبات في الملعب، على شخصية البطل اللي ظهرت الحقيقة في مواجهة كبرى. أنا قلت طبعا إن الترجي واحد من الفرق المرشحة لتحقيق اللقب، فبالتالي إنك تظهر معاه بالشكل ده وبالروح دي وبالأداء ده على أرضه في مواجهة تحسم مصير التأهل لنهائي دوري الأبطال، أعتقد إنه الأهلي ظهر بشخصية البطل، ورغم كل المطبات الصعبة اللي عدينا بيها سواء جوه هنا في المسابقات المحلية أو حتى في الدوري الأبطال، خد بالك إنه الفريق من أول ما بدأ مشواره، مشوار الدفاع عن اللقب، مشوار حامل اللقب في بطولة دوري الأبطال، ما تعرضش غير لخسارة واحدة في ظني كانت في ظروف غير طبيعية أمام سيمبا التنزاني. ثقافة الفوز خارج الملعب خارج الارض اعتقد بقى الثقافه بتميز الجيل ده بالذات من اللاعبين. النهارده انت يمكن اللقاء بتاع امبارح بيفكرنا بسيناريو قبل نهائي دوري الابطال في النسخه الاخيره، النسخه التاسعه، لعبت برضو مع الوداد واحد من الفرق الثقيله جدا على مستوى القاره، واحد من الفرق المرشحه لتحقيق اللقب، وكان اللقاء الذهاب على ارضه قدرت انك انت تحقق المكسب. السنه دي بتكرر برضو نفس الانجاز وتتغلب على واحد من اقوى فرق القاره الترجي التونسي على ملعبه، اعتقد انجاز يحسب لكل اللعيبه، وطبعا في المقام الاول بيتسو موسيماني اللي في جوله بعد جوله وفي يوم بعد يوم بياكد الحقيقه انه مدير فني من طراز رفيع. اهني كل لعيبه النادي الاهلي بدون استثناء، واعتقد انه كل الجماهير هتشاركني رايي في انه كلهم الحقيقه اجادوا وتالقوا، لكن اخص بالذكر اكرم توفيق. لابد الحقيقه ان انا اشيد بالولد لانه الحقيقه اكرم في كل المناسبات اللي الاهلي يحتاج ظهوره فيها في اي مكان في الملعب ادى برجوله وبروح وبشخصية النادي الأهلي، وكأنه الحقيقة من بداياته من مواليد مدرسة النادي الأهلي. الحقيقة أكرم توفيق امبارح قدم مباراة كبيرة جدا، رغم أنه في أوقات بيتظلم وبيلعب في مكان هو مش متعود عليه، أو في ظروف وفي لقاءات من العيار التقيل لعب على واحد من أقوى الحقيقة الأجنحة في القارة الأفريقية حمد الهوني، ورغم كده الحقيقة دفاعا وهجوما قدم مباراة ولا أروع.
نتكلم في تفاصيل الحلقة طبعا، بس المهم نفكر حضراتكم بسؤال. احنا بنرجع مرة تاني للسؤال السادسة بعد غياب طويل جدا، مجموعة طويلة من الـ من الـ من أوقات كتيرة جدا عدت من غير ما نسأل حضراتكم سؤال أو نطلب منكم تختاروا أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظركم في مباراة الأهلي والترجي اللي أقيمت بالأمس في ذهاب دور قبل النهائي، على صفحاتنا المختلفة، على كل مواقع التواصل طبعا، على فيسبوك، على تويتر، على انستجرام، منتظرين إجابة حضراتكم عشان نختار أفضل ثلاث لاعبين في النادي الأهلي. نفكركم كمان بماتشات النهاردة. النهاردة في اليورو في جولتين مهمين جدا، جولة الثالثة اللي هتجمع بين سويسرا وتركيا في السادسة مساء، وفي نفس التوقيت كمان هيكون إيطاليا وويلز، رفاق إنسيني ورفاق جاريث بيل هيلتقوا أيضا في الساعة السادسة مساء. نروح لبالليل شوية، هيكون معادنا في كوبا أمريكا مع الجولة الثالثة فنزويلا والإكوادور. نبدأ مع حلقة مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعناوين. الأهلي راح 48 ساعة من التدريبات بعد العودة من تونس، ومعسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة الترجي في الإياب ب 48 ساعة. مكافأة إيجاد اللاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي، 60 دقيقة استشفاء لكابتن علي معلول على طائرة الأهلي. صحف تونس تنتقد أداء الترجي بعد الهزيمة أمام الأهلي. وعلى عهدة لاجازيتا الإيطالية، إريكسن لن يتمكن من لعب كرة القدم هذا العام. قبل ما أدخل بس مع حضراتكم في التفاصيل، أخبار نقطتين أو ملاحظتين خلينا نتكلم فيهم شوية على ماتش امبارح. الحقيقة يمكن طبعا أنا أشدت بأداء لاعيبة النادي الأهلي على مدار المباراة بالكامل، وخصوصا طبعا يمكن الشوط الثاني حسينا قد إيه انه الاهلي ثابت بيلعب كره على الارض، ودي نقطه هتكلم فيها بعد كده. بس خليني اقول لحضراتكم انه المواجهه كانت صعبه، والمقدمات كمان اللي قبل المباراه زادت من صعوبتها. يعني مش اي فرقه تستحمل حاله الضغط، حاله التوتر اللي حصلت قبل المباراه نتيجه طبعا احداث الشغب والقلاب المسيله للدموع وتاخير المباراه لمده ساعه. ده في اوقات كتير جدا ممكن ياثر سلبا، خصوصا انك بتلعب بره ارضك، فطبيعي جدا انه تحصل حاله من حالات التوتر، حال على الاقل تقدير، حتى لو مش توتر او خوف او الى اخره، لكن على الاقل سهل جدا لو انت مش فرقه بطوله، لو انت مش لاعب عندك شخصيه البطل ومدرك تماما حجم التحديات اللي انت بتواجهها، انك انت على الاقل تفقد تركيزك، وده ما حصلش الحقيقه. يمكن اللي حصل ده زود من اصرار لاعبتنا بشكل كبير جدا عن هم يلعبوا مباراه كبيره، وقد كان تشعر انه التوتر اتصدر لفرقه الترجي. دي نقطه. النقطه الثانيه، لاول مره برضو من فتره طويله يعني اللي تابع اداء الاهلي خصوصا في المباريات الصعبه او اللي بتواجه فيها فريق يعني من عيار تقيل، كنا بنلاحظ انه مستر موسيماني دايما بيلجا او بيعتمد على الكور الطوليه. امبارح تقريبا غاب الاسلوب ده عن طريقه لعب الاهلي، حتى في ظل عدم وجود محمد مجدي قفشه في المباراه من اولها، يعني من بدايتها لعيبه الاهلي بتلعب كره سلسه جدا وبتتحرك وبتسلم كره من رجل لرجل، واغلب الاوقات الكره على الارض. والفريق اللي كان عنده القدره على صناعه الفرص الاخطر، الفرص المحققه، كان النادي الاهلي. والفريق اللي سجل بالفعل كان النادي الاهلي، والفريق اللي يمكن يكون اكثر استحواذا كان النادي الاهلي. فكل دي الحقيقه علامات، يمكن ده مرتبط بشكل كبير بالست ايام اللي احنا اتكلمنا عليهم، الراحه السلبيه اللي ادها مستر موسيماني للفرقه. الفرقه كانت الحقيقه مجهده بشكل كبير جدا. عمليه تلاحق المباريات وتتابعها وتواليها بين دوري وما بين كاس وما بين كاس عالم انديه وما بين بطوله دوري ابطال، وكلها ماتشات من العار الثقيل حتى مع الفرق الصغيره اللي بتيجي قدام النادي الاهلي وتستاسد، وده حقهم طبعا وامر طبيعي جدا ومشروع، خلى لعيبه الاهلي الحقيقه منهكه. يمكن عشان كده فتره الاعداد اللي الاهلي استعد من خلالها لمواجهه الترجي في مباراه الذهاب ساعدت بشكل كبير جدا مستر موسيماني، وساعدت اللعيبه انها تظهر بالمظهر ده اللي شفناه في رادس. نتمنى التوفيق ان شاء الله في المواجهه الثانيه. وبالمناسبه قرارين اخذهم مستر موسيماني بعد الانتهاء من مباراه الذهاب. القرار الاول انه يدي اللعيبه 48 ساعه راحه سلبيه عشان يخفف شويه من الحمل البدني وحجم التدريبات، عشان اللعيبه تاخد نفسها وترتاح، بعد كده ان شاء الله ترجع للتمرين يوم الثلاثاء اللي جاي. وقبل 48 ساعه من اللقاء هيكون فيه زي ما قرر مستر موسيماني معسكر مغلق استعدادا طبعا لمباراه العوده
اللي هتكون في القاهرة يوم السبت اللي جاي. طبعا تفاصيل كتير اشتغل فيها مستر موسيماني مع كابتن سيد عبد الحفيظ عشان يحضروا طبعا لمعسكر الفريق اللي جاي قبل المباراة المهمة جدا. وبمناسبة الكلام عن سيد عبد الحفيظ، الحقيقة يمكن كابتن سيد وبعد الرجوع لكابتن خطيب قرر ان هو يصرف مكافأة للعيبة لإجادتهم الحقيقة وتحقيقهم نتيجة إيجابية. في أنا كنت بقول الحقيقة أنه الأهلي قادر على أنه يكسب الترجي في رادس من واقع متابعتي للترجي في الفترة الأخيرة، ومن واقع الحقيقة ثقتي كمان في أداء اللعيبة، واللي يزود من ده كمان قدرة مستر موسيماني. الراجل الحقيقة يعني مفيش ماتشين اتلعبوا تحس أنهم شبه بعض، حتى الماتشات اللي لعبناها بره. يعني تعال نبص كده على، سيبك من ماتش سيمبا التنزاني، استثني المباراه دي مباراه قلت كان ليها ظروف خاصه وغريبه جدا. يعني انا مش هخش في تكهنات او افتراضات، لكن سيبك من الماتش ده استثنيه، تعال نبص لكل ماتشات. أسوأ ماتش الاهلي من حيث المستوى كان في مباراه المريخ في مباراه العوده في السودان، وكان المريخ متقدم بهدفين، ورغم كده وانت في أسوأ حالاتك أسوأ مباراه لعبها الاهلي بدون نقاش من وجهه نظري الشخصيه الموسم ده قدرت ترجع وتتعادل 2-2. مباراه فيتا كلوب في الكونغو بعد ما اتعادلت هنا على ارضك بعد مباراه ملحميه عملت فيها كل حاجه في الكوره ما عدا انك انت تكسب الماتش، رحت هناك وانت مطالب بتحقيق مكسب وقدمت مباراه بره ملعبك ولا اروع وكسبت 3-0. نيجي لمباراة سان داونز، سان داونز واحد من أتقل الفرق في القارة الأفريقية بشهادة الجميع وبطل محتمل أو واحد من الفرق المرشحة للبطولة، قدرت إنك أنت تعمل معاه تعادل إيجابي، كنت أنت في المتقدم بالتسجيل وقدر سان داونز بعد كده إن هو يتعادل معاك. وتيجي بعد كده في قبل النهائي، وحط بين قوسين كده كلمة قبل النهائي، مباراة بترتفع فيها الحوافز والطموحات بتاعت اللعيبة لأعلى درجاتها، كل فريق عنده طموح أنه يكتب تاريخ ويتأهل لنهائي بطولة دوري الأبطال عشان يكسبها، وبالتالي الدوافع دي بتصعب دايما من المواجهة، ورغم كده قدر الأهلي أنه هو يتجاوز الترجي في ملعبه. عشان كده كان في مكافأة إجادة طبعا بقرار من كابتن سيد عبد الحفيظ بعد ما رجع لكابتن خطيب، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه الأهلي يحسم بقى بطاقة التأهل النهائي في موقعة السبت اللي جاي. خلينا نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه بعد انتهاء المباراة ونرجع لحضراتكم على طول. يعني الحمد لله طبعا، يعني بس في البداية لازم أأكد على معنى ان انت 90 دقيقة الأولى خلصت، لكن 90 دقيقة الحسم هي في القاهرة لسه ما اتحسمش حاجة. احنا كسبنا بنتيجة مقبولة ومعقولة جدا في اللقاء الأول، لكن هي سيمي فاينل 180 دقيقة، هي مش مباراة ختامية فانتهت البطولة يعني أو انتهى الدور يعني. فأنت عندك 90 دقيقة هتبقى في القاهرة هتبقى أصعب كتير على فكرة، يعني لازم تبقى عارفين كده. وإحنا وده كمان اللي قاله الكابتن على طول بعد المباراة. يعني فيما يخص اللقاء الحمد لله رب العالمين، يمكن يعني حتى الأمور اللي تعرضنا ليها في الأول ديت، يعني أنا دخلت لهم قلت لهم كده يعني احنا مش في مشكله، احنا في تحدي، احنا مش عندنا مشكله ولا حاجه، احنا نقدر نلعب بس عندنا تحدي كبير جدا. اللي قلقان واللي خايف يقول انا مش عايز العب وخلاص يبقى الموضوع انتهي، لكن هننزل الملعب ما فيش اي كلام ولا اي تاثير ولا اي تفكير في 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 اللي حصل قبل اللقاء. لكن خدنا اجراءاتنا وخدنا احتياطاتنا وخدنا كمان يعني حقنا زي ما بيقولوا، يعني لان انت يعني كان اتصال كل ثانيه مع كابتن محمود خطيب، وكان الامر ان احنا لازم يبقى عندنا موافقه كتابيه من الكاف. يعني انا بحترم طبعا نادي الترجي وبحترم الامن وكل من قائم على اللقاء، لكن في النهايه انا لما هاجي تحصل حاجه هتكلم مع الاتحاد الافريقي مش هتكلم مع حد تاني يعني. فكان تصميمنا ان لازم يبقى في موافقه كتابيه من الكاف لينا احنا بتعهد لسلامه اللعيبه لو حصلت اي حاجه في اللعيبه عشان اقدر ان انا ارجع عليه في اي حاجه، وخدنا التعهد ده كتابيا مكتوبة يعني مضى عليه المراسق ومضى عليه المراقب يعني. كابتن سيد، بعيدا عن الشق الفني، في ظل الاجواء دي كان في دور نفسي وشغل نفسي، اعتقد الثقه اللي كانت على اللعيبه على مدار ال 90 دقيقه بتحسب لدور حضرتك ودور الجهاز الفني دلوقتي. بص يعني في الاول والاخر التفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره هي اللي بتدي بطوله وهي اللي بتطلع من بطوله. التفاصيل الصغيره سواء كان في التحضير او التجهيز او المباراه نفسها. يعني انا بشكر اللعيبه زي ما انت قلت وشرحت دلوقتي، هي شخصيه فرضوا اسلوبهم، وانا قلنا كده في مصر على فكره، قلنا كل المباريات اللي كسبناها في الترجي هنا كنا احنا اللي راكبين اللقاء، فيعني مهم جدا ده كان يوصل لعيبه الحمد لله بشكرهم عليه، لكن برضو بقول لهم وبحذرهم ان اللقاء الثاني هيبقى صعب مش سهل. يعني على الرغم من تغيير طريقه اللعب
من 4-3-3 4-2-3-1، لكن شخصيه النادي الاهلي كانت حاضره في ارض الملعب. الثلاثه اللي لعبوا في ماتش النهارده في نص الملعب دور كبير جدا لحمدي فتحي، لديانج، لوسيلا، مش عايز انسى اكرم توفيق لعبوا مباراه كبيره. يعني الحمد لله كل اللعيبه الحقيقه يمكن طبعا اكرم عمل دور رائع جدا ومباراه ممتازه جدا، لكن كل اللعيبه كان لها بصمتها ولها شخصيتها ولها اسلوبها. يعني وانا زي ما بقول، يعني انت هتبقى نجم كبير امتى؟ من الماتشات الكبيره. يعني امتى هتبقى نجم كبير؟ لما يبقى عندك بطولات كبيره. الا افهمه ولا اعرفه، يعني دايما الاسطوره طالما بيلعب في نادي كبير يبقى بيتحقق بطولات كبيره. يعني ممكن الكلام ده يبقى مقبول ان في ناس تعتز بنجومها وتعتز بلاعبتها، لو ما بيلعبوش في نادي اقل شويه فبيبقى مهاره اللاعب، بتبقى امكانيات اللاعب، قدرات اللاعب. لكن لما بتلعب في نادي كبير اللي بيحسم الكلام ده واللي بياكد الكلام ده هي البطولات اللي انت بتحرزها. في لقاء سابق ليك يا كابتن سيد على قناه الاهلي قلت لسه لينا حاجه في رادس من 2018 عايزين نروح ناخدها، اعتقد النهارده وفيت بوعدك لجماهير النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، لكن برضه هرجع واقول يعني الحمد لله رب العالمين، لكن احنا لسه عندنا لقاء عوده في القاهره. اللقاء ده هيبقى اصعب كتير من اللي هنا. لو دخلناه بشخصياتنا واسلوبنا وحذرنا من كره القدم ان شاء الله الرحمن هنعدي. يعني كابتن سيد ما بيتغيرش، هو نفس الشخصيه نفس العدم ما بيتغيرش، يا رب بس يكون كويس. يعني ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا ناخد بطاقه تاهل للنهائي، وان شاء الله باذن الله كمان والنهائي. بس احنا زي ما تعودنا بنمشي الخطوه بخطوتها. انا كنت كلمت حضراتكم انه في ظل طبعا البطولات الكتير جدا، يعني لعيب النادي الاهلي بيلعب زياده تقريبا عن كل فرق القاره الافريقيه عدد لا يقل عن 6 أو 7 ماتشات بالقليل يعني. فبنتكلم طبعا عن حجم اجهاد كبير جدا، وده يستدعي انه الجهاز الطبي طبعا كله كفاءات وكلها اسماء محترمه جدا، لكن كمان من حيث الامكانيات يكون عندك احدث تقنيات واحدث الاجهزه، وده اللي يمكن كنت اتكلمت عليه في اكتر من مناسبه في السادسه. يمكن اللقطه اللي جايه حضراتكم هتشوفوا يمكن كابتن علي معلول، طبعا الحمد لله على السلامه علولو، اضافه ومليت مكانك وقدمت يعني مردود اكتر من رائع، مش بس في ماتش الترجي لكن كمان حتى في الفتره اللي انت شاركت فيها في ماتش نهضه بركان مليت الناحيه الشمال واديتها الحقيقه تقل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله انك تستعيد مستواك في اسرع وقت ممكن. ويمكن الوقت امبارح رحله العوده من تونس للقاهره استغلوا الجهاز الطبي عشان يعمل جلسة استشفاء لكابتن علي معلول أثناء الرحلة نفسها. يمكن هنوري حضراتكم واحد من دي اللقطة طبعا، أو ده الجلسة اللي كان بيعملها كابتن علي معلول، وده واحد من الأجهزة الحقيقة اللي أضيفت للطاقم الطبي في النادي الأهلي عشان تساعد اللعيبة أنها تبقى جاهزة وتبقى في أحسن حالة بدنية طبعا وفنية في أقل وقت ممكن. تحية وتقدير الحقيقة بالتأكيد يمكن الجهاز الطبي بالكامل جندي مجهول، يمكن الجماهير ما تحسش قوي بالمجهود اللي بيقوم بيه، لكن عشان تقدر تتابع وتخلي اللعيبة دايما جاهزة وفي وتجهزهم خصوصا اللعيبة اللي أصيبت وترجعهم في أقل وقت ممكن، ده بيحتاج بالتأكيد مجهود وخبرات كبيرة جدا. نروح للصحف التونسية، طبعا بالتأكيد كانت صدمة للجماهير اللي حصلت في الملعب. بمناسبة الجماهير أعتقد أنه من حقنا انه حضور الجماهير، يعني احنا كنا بنتكلم عن 5000 طبعا قبل ماتش الترجي، لانه احنا من الناس اللي بتلتزم. يعني الاهلي عمره ابدا ما ممكن يتم الاتفاق على حاجه خصوصا في بطوله كبيره جدا ولا في اي بطوله الحقيقه، يتم الاتفاق على تفاصيل معينه خاصه بالناحيه التنظيميه والاهلي تحت اي سبب من الاسباب انه يبقى في عمليه خرق لهذا الاتفاق. لكن للاسف شديد جدا وبعد ما تم الاتفاق انه في 5000 مشاهد او مشجع تونسي يحضروا اللقاء، شفنا طبعا انا ما عنديش حصر دقيق لكن انا في تقديري الجماهير اللي شفتها في الماتش امبارح ما تقلش اي حال من الاحوال ال 15 و20 ألف، وان كانت تزيد كمان. ويمكن الحقيقه نتمنى انه نشوف في مدرجاتنا نفس العدد ده على الاقل تقدير فيما يتعلق بمبدا تكافؤ الفرص. من حق 20 ألف من جماهير النادي الاهلي انها تحضر هذه المباراه، واعتقد ان النادي الاهلي هيتحرك في هذا الاتجاه. اشوف مع حضراتكم بقى الصحف التونسيه، طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم صدمه كبيره جدا لجماهير نادي الترجي، ويمكن انعكست الصدمه دي على اهم عناوين الصحف التونسيه اللي علقت على احداث ماتش الاهلي والترجي بعد طبعا ما خسر الترجي في ملعبه وسط جمهوره بنتيجه 1-0. جوله سريعه مع حضراتكم ابتديها باذاعه موزايك اف ام. الاذاعه قالت انه الترجي انهزم امام الاهلي بهدف دون رد، الهدف سجله محمد شريف زميل علي معلول طبعا في الدقيقه 67، وشددت يمكن انه ابناء معين الشعباني هيكونوا مطالبين بتدارك الهزيمه في لقاء الاياب عشان
ينتزعوا ورقة العبور لإنهاء. الشروق التونسية قالت الترجي ينهزم في رادس، وعلقت الصحيفة يمكن وكتبت انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس بفوز زملاء علي معلول بهدف لصفر سجله محمد شريف في الدقيقة 67. كمان اتكلمت صحيفة عن انطلاق لقاء الترجي طبعا في الملعب الأولمبي في رادس بعد ساعة كاملة طبعا من الميعاد اللي كان متفق عليه بسبب الصدمات اللي حصلت بين الأمن والجمهور، وقالت أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع عشان يتم السيطرة على الوضع، واحتاجت قوات الأمن لوقت طويل جدا لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، ويمكن الفرقتين تأثروا بهذا التأخير. الصحاف الصباح نيوز قالت أنه الأهلي بيهزم الترجي، وقالت الأهلي وضع قدما بالفعل في نهائي دوري الأبطال، وده بعد فوزه في مباراة الذهاب على مضيفه الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف. صحيفة تونس الرقمية كتبت في عنوانها الترجي يتكبد الهزيمة أمام الأهلي، وذكرت الصحيفة كمان قالت أنه الترجي انقاد إلى هزيمة أمام الأهلي بهدف دون مقابل، وركزت الصحيفة في عنوان تاني منفصل على أنه الترجي مهدد بعقوبة قاسية. تفاصيل يمكن العنوان ده قالت فيها الصحيفة أنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيدرس بالفعل تسليط عقوبات كبيرة ومشددة على الترجي الرياضي بسبب الأحداث الجماهيرية والشغب اللي سبق مباراة الأهلي المصري، وده طبعا لأنه كان في أكتر من مناسبة وإحنا يمكن اتكلمنا عليها أو تناولناها في السادسة أنه الاتحاد الأفريقي وجه أكتر من تحذير للنادي الترجي فيما يتعلق بناحية الحضور الجماهيري، لكن طبعا لم يتم الالتزام بها، وعلى أساس ده يمكن لجنة الانضباط قامت بتحرير أو تسجيل عدد من المخالفات، ومن المتوقع أن يبقى في عقوبات بقى على الترجي في الفترة اللي جاية. بالتأكيد هيكون في عقوبات مالية، لكن هل من الممكن يبقى في عقوبات إدارية؟ ده اللي هننتظره في الأيام اللي جاية. ممكن يكون في بعض العقوبات مرتبطة بمباريات تقام بدون حضور جماهيري في النسخة اللي جاية من دوري رابطة الأبطال. كمان لابريس التونسية قالت في عنوانها تعليقا طبعا على اللقاء الترجي يزيد الأمور صعوبة، وقالت أن الماتش كان أو المباراة كانت صعبة جدا وكانت مثيرة بين فريقين الاثنين عندهم فرص المنافسة على اللقب، لا سيما على حد تعبيرها أو من وجهة نظرها الترجي التونسي اللي لعب أمام 5000 مشجع، وده طبعا أمر مش دقيق. وإذاعة جوهرة أف أم التونسية كتبت في تعليقها على نتيجة اللقاء دوري أبطال إفريقيا الترجي ينهزم أمام الأهلي المصري. الحقيقة يمكن معظم الصحف التونسية يعني عكست بشكل كبير جدا صدمة الخسارة أمام النادي الأهلي في مواجهة دور قبل النهائي، وأعتقد يمكن دايما جمهور النادي الأهلي بقى بيتفائل وبيستبشر الحقيقة باللعبة في تونس في مباراة الحسم أو خروج المغلوب، لأنها الحقيقة دايما كانت وش السعد علينا. طيب خلينا نروح نشوف واحد من نجوم طبعا المصريين اللي كانوا حريصين على ان هم يتابعوا المباراه من داخل ملعب ترجي في رادس، نجم طبعا احمد فهمي كان حريص على انه يشجع النادي الاهلي من المدرجات. نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. الحمد لله النهارده المكسب، مش عايزين نزودها في الفرحه قوي يعني، لان لسه في ماتش عوده ان شاء الله. احنا مش متعودين ان احنا بنفرح بماتش ذهاب، لكن اداء النهارده من موسيماني بصراحه هايل يعني بره ملعبنا، واللعيبه كلها كانت رجاله النهارده، وبصراحه الحمد لله. انا دايما ببقى رايح من نهائي افريقيا اللي فات او الماتش النهارده، الواحد بيبقى خايف عشان دايما بيبقى حابب ان وشه حلو، الحمد لله بيبقى وشه حلو دايما. ذكرياتك مع المباراه الخارجيه، وانا سامع الجميع بيتكلم بيقول احمد فهمي وشه حلو دايما على النادي الاهلي. الحمد لله. بص انا حتى من وانا صغير يعني الماتشات، حتى الماتشات اللي جوه، يمكن ظروف الشغل دلوقتي وظروف الكورونا ما بتخليكش تقدر تروح كل الماتشات، لكن ده زمان يعني ما كان، لو في موسم مثلا في 26 ماتش اقل حاجه 24 بروحهم بره وجوه يعني. النادي الاهلي متعه ثانيه خالص بالنسبه لي واولويه كبيره في حياتي يعني، وحتى ما رضيتش اسجل معاك قبل ان طلع كلام قالوا ان انا كنت في معسكر، وانا ما كنتش في معسكر ولا حاجه، انا قاعد في اوتيل ثاني، وانت عارف كنت قاعد في اوتيل ثاني. وحتى لما جيت تدريب اتفرج قعدت في المدرج، وموسيماني هو يعني احنا اصحاب من علاقه، فطلب ان انا انزل اسلم عليه، فالناس قعدت تقول ازاي ينزل، لكن انا ماليش علاقه بمعسكر، ماليش، انا جاي لوحدي اصلا وقاعد في اوتيل تاني.
شايف ان النظام والالتزام ده هو ده عنوان النادي الاهلي، وانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. كلنا بنلتزم بيه، يعني مفيش في النادي الاهلي فكره ان راجل مشجع او ممثل او اي حاجه هيخترق معسكر او هيقعد في وسط الناس خالص. انا قاعد في اوتيل تاني خالص اصلا بره الموضوع، عندي علاقه قويه بموسيماني، فده اللي خلاني يعني انزل اسلم عليه. والنادي الاهلي انت عارف هي في قوانين، انت حتى لو انت مين مش هتخترقها. يعني اتكلمت في فنيات واتكلمت في امور فنيه وطريقه اللعب، من وجهه نظرك مين نجم المباراه النهارده؟ لا كتير، اللعيبه كلها كانت كويسه قوي النهارده، يعني حتى تكتيك انا بالنسبه لي موسيماني بصراحه، يعني تكتيكيا هو الماتش لعبه صح جدا. انا بحب ديانج قوي، قفشه لما نزل برضو حمدي، طبعا حمدي لعيب كبير، كلهم. بس انا قلت حاجه فاهم، كله فعلا انت بتلعب بره ارضك كسبان الترجي فرقه كبيره بره ارضك 1-0 باذن الله، بس عايزين ننسى الماتش ده عشان اللي جاي اهم في القاهره باذن الله، وخصوصا ان موضوع الكورونا ده ان الجمهور ما بيبقاش مالي الملعب، فالموضوع مش هيبقى فيه ضغط زي قبل كده، فجوه زي بره. بس ان شاء الله باذن الله نعدي ونوصل فاينل في المغرب، ان شاء الله نكسب البطوله باذن الله. هو في حد يبقى عنده لعيب في مانشستر سيتي او في بايرن ميونخ او في اليوفي ويتاهل اليورو وما ياخدوش؟ اكيد طبعا، دي اكبر فرقه في اوروبا، صدرت او ادت لمنتخبات المشاركه في اليورو عدد كبير من اللاعبين. بمناسبه اليورو هنتكلم دلوقتي عن الدنمارك. الحقيقه اللي بفتكر طبعا قمه التالق ليهم كانت في نسخه 92 مع الاخوان لاودروب طبعا، اللي حققوا البطوله في وقت كانت الدنمارك اساسا مش مرشحه للمشاركة في بطولة اليورو، لكن الحقيقة تم استدعائها وشاركت وقدرت تحقق اللقب. خلينا نتكلم أكتر عن مشاركة الدنمارك مع تومي مولر نيلسن نجم الدنمارك السابق، وأيضا هو بالمناسبة كبير كشافي فريق المان يونايتد. بداية طبعا أهلا بك على شاشة النادي الأهلي في السادسة. Welcome Tommy Muller على الأهلي. خليني في البداية أسألك على مشاركة الدنمارك ورأيك في المستوى اللي قدمته الدنمارك في المباراتين اللي لعبتهم، قدام فنلندا كانت الخسارة 1-0 وقدام بلجيكا كانت الخسارة بنتيجة 2-1. أعتقد أن أداء الدنمارك كان أن الدنمارك لديها اسم كبير في كرة القدم، لكن كرة القدم تعتبر بالفوز، ونحن خسرنا في المباراة الأخيرة، والمباراة الأخيرة ضد المنتخب الروسي ستكون مباراة قوية جدا. لذلك أعتقد أننا أدينا أداء جيدا في الشوط الأول ضد بلجيكا، وأدينا أيضا أداء قويا، لكن كما قلت الأمر يعتبر بالفوز وثلاث نقاط. إنه من الأمر جيد أن نلعب على أرضنا، لكن كانت صدمة كبيرة لنا ونلعب أمام الجماهير، ولم نلعب أمام جماهير منذ مدة بسبب فيروس كورونا. طبعا الأداء كان جيد، لكن النتيجة كانت مخيبة للأمل، وأعتقد أن الفريق لديه فرصة. كذلك نعتقد أن لدينا فرصة أمام المنتخب الروسي لنتأهل. هل تشكيلة الدنمارك تسمح لها فقط بالتأهل للأدوار الإقصائية، ولا تعتقد أن المنتخب ممكن يكرر مفاجأة التسعينات ويوصل لمراحل متقدمة في بطولة اليورو؟ أعتقد أن هذا أمرا صعبا لتكرار هذا الإنجاز سابقا. كان الفريق في السابق عبارة عن فريق قوي جدا، وكان محظوظا أيضا، ولكن كلما عملت بشكل أكبر وكلما اجتهدت بشكل أكبر ستوفق في البطولة ويكون لديك أداء أفضل. لكن في الوقت الحالي لدينا أسماء كبيرة ولدينا تشكيلة قوية، لكن مررنا بلحظات صعبة، فلذلك الأمر مختلف عما حدث في الماضي. الأمر الآن بالنسبة للدنمارك صعب قليلا، ليسوا نفس اللاعبين كما لاودروب ومايكل، فبالتالي أعتقد أن
أتمنى أن المنتخب يتأهل، لكن لا أعتقد أن هذا بالأمر الهين والأمر السهل، سيكون أمرا صعبا جدا طبعا. خليني أكلمك على إصابة كريستيان إريكسن. بداية طبعا يهمنا نطمن عليه، وعلى عهدة لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية قالت أنه كريستيان إريكسن هيغيب عن الملاعب بشكل كامل لغاية نهاية العام. أعتقد أنه كان أمرا مروعا ما حدث لكريستيان إريكسن، وكانت صدمة للجميع، للعالم، في العالم ليس لمشاهدي كرة القدم فقط، لأن هذا الأمر أثر على اللاعب جدا وأثر علينا جميعا. لم تكن إصابة اعتيادية كإصابة الركبة أو أي إصابة يصاب بها لاعب كرة القدم، كانت إصابة غريبة بالنسبة لنا. حتى لو أجريت له عمليات سيكون الأمر صعب جدا، وهذا الأمر أثر على المنتخب بأكمله. أن لاعب مهم ككريستيان إريكسن يصاب بأزمة قلبية، وأعتقد أنه يستطيع أن يرجع مرة أخرى، وإذا عاد يلعب مرة أخرى فيظل هذا سؤال هل سيعود لنفس المستوى أجين. أتمنى أن يعود، وأتمنى أن يشارك مع المنتخب الدنمارك مرة أخرى، وأتمنى أن أراه في الملعب مرة أخرى. بعيدا عن منتخب الدنمارك، خليني أكلمك شوية، وأنا أعرف أنك أنت كبير كشافي، واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم مش بس في أوروبا، المان يونايتد. إزاي تابعت البطولة، ومين المواهب الجديدة اللي لفتت نظرك أو شايف أن ممكن يكون ليها مستقبل كبير في عالم كرة القدم، أو من الممكن انتدابها على أقل تقدير للمان يونايتد في الفترة المقبلة؟ مين لفت نظرك في بطولة اليورو حتى اللحظة؟ First of all, I must say I'm not the chef scout in Manchester United. I'm one of the first team scouts. أنا واحد طبعاً من كشافي فريق مانشستر يونايتد. We have three chef scouts who are. لدينا ثلاثة كشافين للفريق. أنا واحد من هؤلاء الثلاثة. In my area, an international scout. أنا كشاف دولي و. ولست قائد الفريق في كل العالم. أعتقد أن لدينا لاعبين كبار جدا، كما في المنتخب البلجيكي أدوا بشكل جيد جدا، وأعتقد أن الجميع هؤلاء اللاعبين لديهم مستقبل قوي جدا، وأعتقد أن العديد من اللاعبين الشباب كما لاعبي الدنمارك يلعبون في العديد من الدوريات الكبرى والأندية الكبيرة في أوروبا. أعتقد أن لدينا كثير من الأسماء. دورك ككشاف في المان يونايتد بيبقى مقتصر فقط على متابعة البطولات الكبيرة زي كأس العالم، زي اليورو؟ هل بتتابع بطولات قارية؟ يعني عملية استكشاف المواهب أو اختيار المواهب اللي من الممكن أنك ترشحها للانضمام للمان يونايتد إزاي بتحصل؟ بالطبع عملية اكتشاف اللاعبين ليست بالعملية السهلة. أعتقد أن عمل الكشاف لما يكون مع نادي كبير كمانشستر يونايتد يكون مختلف تماما عن التحليل أو العمل بأي نادي آخر، لأن اللاعبين الذين يتم وضع الأعين عليهم يكونون يعلمون جيدا أنهم يأتون إلى نادي كبير، فبالتالي عملية الكشف عملية صعبة وتكون على مستوى العالم، من أقصى العالم إلى أقصى. أهم الأسماء اللي أنت اكتشفتها وانضمت بالفعل لمانشستر يونايتد. من الصعب جدا أن أقول، لأن هذا الأمر خاص بالنادي،
لو ظهر لعيب للنادي فلدينا فريق آخر يتسلم هذا اللاعب ويعمل عليه. فإنها عملية كبيرة ليست معتمدة على شخصي أو شخص واحد. فبالتالي أعتقد أن الأمر صعب جدا بالنسبة لي أني أفصح عن هذه الأسماء أو هذه الشخصيات وهذه العملية بالتفصيل. ويظل هذا الأمر أمر سري خاص بالنادي، لا أستطيع حتى يأذن النادي. تومي نيلسون نجم الدنمارك السابق وكبير كشافي فريق مانشستر يونايتد، بشكرك شكرا جزيلا عن انضمامك لينا في السادسة، وبشكرك على وقتك في ظهورك طبعا على شاشة النادي الأهلي. نروح لفاصل وكلام كتير عن المواجهة المنتظرة طبعا يوم السبت اللي جاي اللي تجمع بين الأهلي والترجي التونسي في مباراة العودة مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمود صالح، هيشرفنا في السادسة بس بعد الفاصل. أنا قلت لحضراتكم يمكن أنه الماتش ده في ظني يعني في تقديري يمكن يكون أصعب ماتش للنادي الأهلي الموسم ده بالكامل، يعني مواجهة الترجي في الدور قبل النهائي، الحافز اللي موجود عند الترجي للتأهل، استغلاله عامل الأرض والجمهور، بالتأكيد كلها حاجات بتصعب من المباراة. لكن ضيف على ده الحقيقة أنك مش بس بقى بتلعب دور قبل النهائي في أفريقيا ولا مع الترجي التونسي واحد من الأندية المحترمة جدا على مستوى القارة، لكن ضيف على ده كمان الصعوبات اللي حصلت قبل المباراة والأحداث اللي حصلت واضطرت الحكم أنه يؤجل بقرار طبعا الاتحاد الأفريقي أنه يؤجل المباراة لمدة، كل ده صعب بشكل كبير جدا من المواجهة. لكن الحقيقة كمان لما نحط الصعوبات دي كلها في كفة ونحط أسلوب وأداء النادي الأهلي اللي أدى بيه المباراة، مش بس النتيجة، مش عايز النتيجة تكون خداعة، هي طبعا مفرحانا كلنا، لكن كمان مهم جدا نشوف الأهلي، لأنه بين السطور في كلام كتير جدا في الكرة اتلعبت وفي التكتيك اللي استخدمه مستر موسيماني وقدرته على قراية الترجي وقراية كمان معين الشعباني بشكل أدق، وده يخلينا كمان نبني اللي جاي، لأن المواجهة اللي جاية رغم أنها تكون في القاهرة ورغم أن النادي الأهلي مسجل على ملعب الترجي ومتقدم 1-0 لكن مخطئ تماما اللي يظن أنها هتكون مواجهة سهلة. بيشرفنا النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي، هنسمع رأيه ونشوف فكره وتعليقه طبعا على المواجهتين، كابتن محمود صالح ضيفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن محمود. مساء الخير، مبروك أولا طبعا. فوز مهم جدا وصعب جدا وفي توقيت في غاية الأهمية طبعا. في مشوار الأهلي للتتويج بالنجمة العشرة، إزاي الأول خليني قبل ما أدخل في المباراة ونتكلم في الكورة، ازاي شفت المقدمات ما قبل المباراه؟ يعني كل ده الجمهور، الناس اللي كانت بتتابع لما سمعت الماتش هيتاجل اول نص ساعه وبعد كده لا هيتاجل ساعه، الجمهور اتوتر، فما بال حضرتك باللعيبه وبالجهاز الفني، ازاي شفت المقدمات بتاعت ماتش الاهلي والترجي امبارح وتعامل اداره النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني معاه؟ هو طبيعي الاحداث اللي تمت ما قبل المباراه، الحقيقه الشغب الجماهيري اللي حصل وعلى اصله تم تاجيل المباراه لمده ساعه، اعتقد بتاثر على الفريقين يعني. ايوه، حتى على الحكم المباراه نفسه. أيوة، وعلى الجهاز الفني في كلا الفريقين يعني. انت طبعا بتاهل نفسك مع بدايه اليوم، مواعيد الاكل، مواعيد المحاضره، كله بيتنظم حسب بدايه المباراه. مظبوط. التاجيل ساعه ده يعني معروف ان مثلا فتره الغداء بتبقى قبل المباراه مثلا بثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص بقت اربع ساعات ونص. بدايه التسخين بيبقى التهيؤ عشان تبدا المباراه، وبعدين ما كانش محدد كمان في البدايه، قال لك نص ساعه البدايه، المباراه هتتاجل نص ساعه، وبعد كده قال ساعه. كل ده ممكن تتلغي من الاحداث دي، بتخلي اللعيبه في التركيز بيخرجوا بره عن التركيز. مظبوط. انما انت قلت كلام مهم جدا حضرتك في المقدمه، الحقيقه انا شايف ان اللي تاثر هو فعلا فريق الترجي الحقيقه، وانما لعبتنا الحقيقه ما تاثروش يعني، وده الاعداد للمباراه وان هم الفتره ديت يرجع يعني يأهلوا اللعيبه للموعد الجديد وان المباراه هتقام والى اخره، برضو دي بتبقى عبء على الجهاز الفني والجهاز الاداري ومدير الكوره، فاعتقد هم اداروا الفتره ديت بشكل جيد. اللعيبه كمان يعني ثقتها في نفسها واسم النادي الكبير وان هم عندهم اصرار ان يحققوا نتيجه كويسه، دي برضو خلتهم يعني التركيز يبقى في النقطه دي مش في تأجيل المباراة. انا بعتقد اعتقد الاجواء جوه في غرفه الملابس كانت ممتازه امبارح. عايز اكلمك كوره شويه كابتن محمود، امبارح كوره الاهلي كانت غير يعني. عايز اعرف يعني احنا لعبنا امبارح يعني في الماتشات الاخيره لمستر موسيماني، كان السمه اللي يمكن ملاحظه بشكل كبير جدا
هي لجوءنا للكرة الطولية، الزون والاعتماد على المرتدات. امبارح مع الترجي فقبل النهائي على ملعب الترجي، الاهلي بيلعب كرة على الارض، باص من رجل لرجل، حتى في ظل عدم وجود مجدي قفشة، ومجدي دايما هو العقل المفكر قوي، يعني هو اللعيب اللي عنده القدرة انه يحط الكرة تحت رجله ويربط الخطوط ببعضها ويدي باص هنا، ما كانش موجود. ورغم كده كرة الاهلي كانت اكتر من رائعه، احساسك بان الفريق ثابت في الارض، ثقه اللعيبه في اعلى مستوياتها. الاسباب التحول ده من اخر ماتشات لماتش ترجي من وجهه نظر كابتن محمود؟ هو طبعا انت حضرتك قلت نقطه في البدايه مهمه، هو الحافز الفوز بالبطوله والهدف عندنا زي الحافز الموجود عند فريق الترجي، ده طبعا ده اكيد طبعا بيصعب المباراه، انك بتلعب منافس قوي عنده امكانيات فنيه عاليه تاريخه كبير، حصل على 4 بطولات افريقيه، حصل على 3 فتره قريبه من 2018 2019. طيب صوته. تسمح لي عشان لا مضطر اروح لفاصل، انا محتاج اتكلم من وجهه نظرك برضو اكتر تفصيلا اللعيبه ومستر موسيماني اللي بعتقد امبارح ان هو قدم واحده من افضل المباريات، بس خلينا هروح لفاصل سريع كابتن محمود ونرجع نكمل كلام. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومره ثانيه طبعا بجدد الترحيب بكابتن محمود صالح نجمنا النهارده ونجم النادي الاهلي، مشرفنا في السادسه، اهلا بيك مره ثانيه كابتن محمود. طيب احنا كنا وقفنا عند كوره الاهلي اللي يعني اللي الناس دايما كانت ممكن تبقى راضيه عن النتائج، لكن تسمع كلام عن الاداء. الاهلي بيطلع يلعب في ماتش صعب جدا، اي فرقه هتقابلها في في في, في قبل نهائي دوري ابطال هيبقى مباراه صعبه، بتلعب مع الترجي فرقه ثقيله، بتلعب على ارض الترجي، وزي ما اتكلمنا على مقدمات اللي ممكن تكون مع اي فريق تاني غير الاهلي اعتقد كانت هتزود من صعوبه المباراه، لكن النادي الاهلي وجهازه الفني وادارته قدرت تتعامل مع المقدمات دي بشكل معين. لكن لو كلمت الكوره كنت بقول لحضرتك انه اللعيبه ظهرت بشكل مختلف، طريقه مستر موسيماني والتكتيك اللي استخدمه مع معين الشعباني كان مختلف، من وجهه نظرك اسباب الشكل اللي ظهر بيه اداء النادي الاهلي؟ هو طبعا يمكن كلنا في نقطه اثناء الفتره طبعا في الفاصل هي الفتره الراحه، الحقيقه كان في فتره كبيره الراحه، اخر مباراه رسميه كانت لينا يوم 28/5 والترجي كان 26/5، يعني في اكتر من 3 اسابيع. تمام. طبعا ما فيش شك فترات الراحه دي بتبقى محتاجه تخطيط اخر، يعني اثناء الموسم المباراه بتتم بشكل اعتيادي ومعروف، يعني قبل المباراه ايه اللي بيتم، شكل التدريب بعد المباراه، قبل المباراه ب3 ايام الاعداد بيبقى شكله ازاي، في حاجات ثابته بتتم، فما بقاش في صعوبه في التخطيط لوضع البرامج التدريبيه. تمام. في فترات الراحه دي في منتهى الصعوبه، انا لما اجي احط برنامج تدريبي في فتره فيها راحه مباراه فيها 2 3 اسابيع ده بالنسبه لي صعب، بتبقى صعبه طبعا. يعني انت شايف انه البرنامج التدريبي اللي اتحط النادي الاهلي سهل من مهمته؟ بالتاكيد، والعكس فيما يتعلق بالترجي؟ بالتاكيد، لان كان في تفوق بدني عالي جدا، خصوصا ظهر مع نهايه المباراه في اخر 20 دقيقه اخر 25 دقيقه. البرنامج التدريبي دوت زي ما قلت لحضرتك بيبقى في صعوبه، في صعوبه، فيعني كل التقدير والتحيه للوضع هذا البرنامج، المعد او المسؤول عن التخطيط البرامج البرنامج التدريبي مع طبعا المدير الفني وباقي اعضاء الجهاز، اكيد اتعمل بشكل كويس. تمام. واعتقد ده كان سبب كبير جدا في تفوقنا، وسبب كبير جدا ان هو اعطى الثقه للاعيب النادي من البدايه. انت احساسك لما تكون في فورمه رياضيه جيده والتوب فورم في التوب فورم بتاعك، اعتقد انت اللاعب دي مع بدايه المباراه كلاعب اعتقد دي بتديك ثقه كبيره قوي مع اثناء سير المباراه، احساسك بالتفوق على الخصم اللي موجود امامك يعني. فدي ما فيش شك دي البدايه، البدايه الثانيه اعتقد هو بدا على فكره بزون ديفنس نادي الترجي من وسط الملعب، دفاع منطقه من وسط الملعب، قد يكون هو عايز يعمل لنا مفاجاه ولا ايه، على اعتبار ان احنا منتظرين ان هو هيهاجم بكثافه ويبقى احنا لينا لخبط لنا حساباتنا يعني. يبقى بالظبط، يعني تبقى يعني انت مخطط ان انت تبدا بدايه معينه هتلاقي الوضع معكوس بالنسبه لك والظروف غير عكس ما توقعت. النقطه الثانيه برضو هو حب جدا يستغل علي معلول، علي معلول رائع طبعا في الناحيه الهجوميه وامكانياته الهجوميه رائعه، حب نستفيد منه الحقيقه، فاحنا بدانا تقريبا بحمدي فتحي كان بيبدا بقلب دفاع، وايمن اشرف كان بيبقى في مركز الظهير الايسر، وبعتقد ده سببه يعني ان يمكن علي معلول قعد فتره طويله ما بيلعبش، تقريبا قعد 4 شهور بعيد عن بسبب الاصابه طبعا، بسبب الاصابه طبعا بعيد عن المباريات الرسميه.
عشان ينتقل علي معلول من التلت الدفاع للتلت الاوسط او تلت المناورات التلت الهجومي، اعتقد دي هتبقى فيه مشكله، محتاج يكون الفورمه الرياضيه بتاعته عاليه وجاهز يعني تماما للمباراه. هو حب يديله بس يعني التحرك في مساحه من المنطقه الوسطى، يقلل اللعيب عليه الأوسط شويه او يقلل الضغط عليه شويه او تلت المناورات، خلي ايمن يسند معاه بالظبط مع الجانب الدفاعي. واعتقد احنا يمكن يعني نجحنا فيها، واعتقد كانت يعني دي واحده من النقط عايز اكلم حضرتك فيها. على الرغم انه شكل الاختيار مستر موسيماني للتشكيل وطريقه اللعب تبدو انه الاهلي نزل يلعب جيم دفاعي اكتر منه انه فريق طمعان في انه يكسب، على الرغم من كده كان الاهلي كورته احسن، كره هاديه ما فيهاش توتر، كره من رجل لرجل. الاهلي كان الاخطر، عنده قدره اكتر على صناعه الفرص المؤكده. يعني انا بتهيالي وكنت برضو بقول لحضرتك اثناء الفاصل، المباراه اللي احنا شفناها امبارح دي كان ممكن تطلع سكور، يعني كان ممكن جدا جدا تجيب 3 4 مرتاح. كره طاهر اللي حطها في الشبكه من بره كلها كرات عرضيه كانت مؤثره جدا بالظبط. اكرم توفيق عامل جيم، طبعا هسمع تعليقك على اكرم توفيق تحديدا. كرة لشريف تاني يمكن خبطت فيه ومسكها معز بن شريفيه داخل السكس يارد، داخل السكس يارد، هدف مؤكد. فيعني كان ممكن الاهلي يطلع بسكور امبارح. اه اكيد اكيد. يعني انا بعتقد وجهه نظر مستر موسيماني في الفكره بتاعت وطريقه اللعب دي اعتقد جيده. زائد ان هو برضو عايز يبقى فيه فعاليه في الناحيه الهجوميه. احنا لو احنا قرينا التشكيل او عرفنا التشكيل اعتقدنا ان حمدي فتحي يبقى في الوسط، هو السوليه وديانج. اه انت هي المشكله دايما التغييرات بتبقى في خط الوسط، لان ده المركز ده بالذات انت محتاج اللاعب يكون عنده كفاءه في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. صعب اللاعب يكون يعني بيجيد في النقطه دي في الجانب الدفاعي بنفس كفاءه الجانب الهجومي. لو سعيد يعني رجعت بالذاكره ورا، علاء مهوب مثلا كان مميز جدا في الحته دي. يعني يقدر يلعب في الثلث الهجوم والثلث الاوسط في صناعه اللعب وحتى في الجانب الدفاعي ممتاز. يعني فاحنا توقعنا ان الثلاثه دول هيلعبوا في خط الوسط، بس دي هتبقى برضو هتدي قصور، بعض القصور في الناحيه الهجوميه. انما الطريقه اللي عملناها وخلى ايمن اشرف يلعب في الجانب يعني الظهير الايسر ويخلي علي معلول هو اللي في خط الوسط، اعتقد دي ادتنا فرصه كويسه يبقى في تاثير هجومي ويبقى في فعاليه من ناحيه الهجوم. فدي كانت فكره جيده الحقيقه، ودي يمكن من الاسباب، في اسباب كتير خلتنا طبعا نتفوق، ده سبب برضو مهم جدا. مين كان مميز او مين لفت نظرك في ماتش امبارح؟ يعني انا عارف الفرقه كلها لعبت جيم كويس، بس بالتاكيد في اسماء يعني عجبك مردودها او ادائها في المباراه. هو في اكرم توفيق وإيلو ديانج الحقيقه الاثنين. اكرم توفيق طبعا مش مركزه الاساسي، بس هو يملك مقاومات كويسه، عنده قوه، عنده سرعه، عنده امكانيات من الناحيه الدفاعيه، يعني يقدر يؤدي بشكل كويس. أيوة. بس اللعيب طبعا محتاج دايما بيبقى متعود على اللعب في بعض المراكز الخاصه بيه اللي تتناسب مع امكانياته، ورغم ذلك حتى هو في الناحيه الهجوميه برضو كان بيأديها بشكل جيد. صحيح. وعلى الرغم يعني احنا لو اللاعب اتذكر اسمه حمدي الهوني لعيب هايل، لعيب الليبي مراوغ وسريع ولعيب جيد، لعيب يتعمل له الف حساب بصراحه، يوتر اي حد يلعب عليه. بالظبط بالظبط، امكانياته هايله. ورغم ذلك يعني اكرم قدر يعمل جيم قدر كويس. قدر يوقف خطورته الحقيقه يعني، وقدر يساهم في الناحيه الهجوميه كمان، وبذل مجهود كبير قوي قوي قوي. صحيح. إيلو ديانج برضو اداؤه اتطور الحقيقه، المتابعه في الناحيه الهجوميه بقى افضل، التمرير عنده بقى افضل، الريتم في اتخاذ القرار، سرعه في اتخاذ القرار بتاعته بقت افضل. صحيح. يمكن هو التمرير الهدف، هو تخصص اسيستات قبل نهائي. يعني ليه اسيست برضه بتاع حسين الشحات في الماتش الوداد قبل النهائي، بس كان في القاهره هنا. الجون العالمي اللي جابه حسين الشحات ده اللي خد فيه باكات الوداد كلهم، كان هو برضه علي ديانج. والاسيست بتاع امبارح طبعا عالمي، وتحرك برضه محمد شريف، يعني محمد شريف ذكي جدا في التحرك وفي التوقيت. الحقيقه يعني وقراراته في اخذ الاماكن فين اعتقد مميز فيها قوي. هو يعني استغل ان الباك مش قافل عليه اللي قلب الدفاع الحقيقه، واتحرك في اتجاه وفي توقيت صح، وصلت له حطها برجله الشمال وتابع عشان اي يعني ممكن ترد من العارضه، هو برضو يعني يحطها ويقف. كانت ممكن تروح الفرصه دي. لا هو دايما الحقيقه هو ذكي جدا الحقيقه،
وقراراته سليمه من ناحيه التكتيكيه والتحرك هايل. طب عشان اقفل الماتش امبارح واتكلم في الماتش اللي جاي، في حاجات شايف انها محتاجه شغل مننا، اخطاء على المستوى الفردي على المستوى الجماعي، في ملاحظات لكابتن محمود صالح تقول انه محتاجين نراجع نفسنا في ده او نصلح ده قبل مواجهه السبت اللي جاي؟ يعني في حاجه بسيطه بس يعني مش لازم اقول تفاصيل تتم ازاي يعني هي الـ 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 التمركز في الكرات العاليه في التلت الدفاعي في المناطق القريبه من المرمى بتاعتنا مهم جدا، التجهيز يبقى كويس. تمام. طيب انا بشوف انه النتيجه طبعا بتصب في مصلحه الاهلي، وكونك انك انت احرزت او سجلت في مش بس كسبت، انك تسجل هدف في 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 في, في الترجي في ملعبه ده شيء مهم جدا، لكن بشوف كمان انه ده هيخلي الترجي اللي جاي لنا يوم السبت اللي جاي هيلعب الكل في الكل، وده في حد ذاته بالنسبه لي مصدر خطوره او مصدر صعوبه من نوع تاني. الفرقه ما عندهاش حاجه تخسرها وجاي تلعب الكل في الكل، زي ما احنا بنقول بالبلدي كده عندنا، يا طابط يا اتنين عور. تمام. فبالتالي ده يمكن يخلي المباراه اللي جايه ليها صعوبه بشكل تاني. في ظنك او في تقديرك نسخه الترجي اللي شفناها في رادس هتكون هي نسخه الترجي اللي هنقابلها في القاهره، ولا متوقع كابتن محمود انها تكون نسخه مختلفه؟ لا، وعلى الاقل لازم يفوز بهدف. يعني لو لا قدر الله فاز بهدف هتبقى ضربات جزاء، ولو اي فوز تاني يعني انا مش عايز اكون متشائم يعني حد يفتكرني بتكلم، بس احنا بنحط كل الاحتمالات. معاك في انك تحط كل الاحتمالات، انما هو طبيعي هيهاجم. مظبوط. بس اعتقد دي نقطه ضعف. اعتقد يعني الترجي هنا هيجي يلعب يفتح خطوطه يفتح ملعبه ويهاجم الاهلي. طبعا هو اولا يعني الارتداد من الناحيه الهجوميه للناحيه الدفاعيه اعتقد عندهم بطء شويه، زائد عندهم بطء في التحرك والسرعات بالنسبه لقلبي الدفاع. انا بعتقد لو هو زي ما احنا متوقعين هيلعب بهذا الشكل يعني اعتقد هتبقى فرصتنا كبيره قوي نحرز اكتر من هدف. معين الشعباني في موقف لا يحصل عليه، لانه حتى ما قبل مباراه مواجهه الاهلي والترجي تبدو انه العلاقه متوتره بين معين الشعباني وبين اداره الترجي وبين جماهير الترجي، وفي حاله تربص، في حاله توتر، يعني سميها زي ما تسميها، لكن وبالتالي هو كمان ليه حسابات على المستوى الشخصي. يعني معين الشعباني ما اعتقدش انه عنده اي امل في استمراره مع الترجي التونسي الا في حاله تخطيه عقبه النادي الاهلي، وبالتالي تتوقع ازاي يكون تفكيره او تحضيره للمباراه. بس اخر بطولتين كان هو المسؤول، هو المدير الفني 2018 و2019. السيزون ده كان في مراحل توتر كتير جدا بينه وبين وبعدين خمس بطولات على مستوى الدوري المحلي فاز بيهم على التوالي يعني. بس عارف انا ما كنت عارف بعد خساره الترجي من شباب بلوزداد كان في انباء ترددت انه في يعني اداره الترجي تدرس قرار اقاله معين الشعباني في حاله عدم تاهله للدور قبل النهائي. هو كان جود لك ان هو جاب الهدفين وعوض الفارق وكسب بضربات الجزاء. بس عايز اقول لك حاجه، انا شايف يعني ملحوظا يعني الواحد كان يعني اللي بيتابع ما يكون مهنتك يعني دايما بتحاول ممكن تبص على حالات يمكن حد تمام. حد اخر او ناس ثانيه ما تفكرش تفكر يعني تبص عليها. انا حاسس ان هو تايه وفاقد حماسه في التوجيه، كان الاول حماس ويتكلم ومع الفرقه بتاعته ويوجه. انا ما اعرفش، انا حسيت ان هو كان هادي بس مش هدوء يعني عقلاني. هو كان متوتر، هدوء استسلام. بالظبط، ما عندوش ثقه في نفسه، خايف من النتيجه زي ما انت حضرتك بتقول كده، يعني في مشاكل بينه وبين الاداره. انا يعني الاحساس ده جالي وانا بتفرج على الماتش الحقيقه فانا يعني باكد كلامك، يعني انا الاحساس ده وصل لي تتوقع من غير ما اعرف المعلومه يعني. أيوه. بس الاحساس ده وصل لي. تتوقع طريقه الانسب لمواجهه الترجي اللي جايب عقليه هجوميه بهدف التعويض، تفتكر مستر موسيماني الجيم من وجهه نظرك طبعا انت اكيد يعني مريت بخبرات وتجارب كتير ويمكن اتحطيت في مواقف مشابهه، الاهلي يلعب جيم مفتوح ويسعى لتصعيب المهمه بتاعه الترجي بتسجيل هدف في البدايه، ولا تستنى الترجي وتحاول تخطف من هجمه مرتده؟ ايه الطريقه اللي ممكن مستر موسيماني؟ لا، هم بالتاكيد خسرانين، بالتاكيد ما عندهم ثقه في انفسهم، هم في موقف صعب، لازم اضغط من اول ثانيه في المباراه. ضغط شرس كمان بمنتهى القوه يعني في اي مكان في الملعب.
لازم انا اضغط في على المنافس استغل، انا مش عايز اديله ثقه في نفسه يبدا المباراه يسيطر شويه يضيع فرص يبتدي ياخد ثقه في نفسه يبقى ندي ليا. بالعكس انا استغل حالته النفسيه ديت، واعتقد هو ده انسب اسلوب لعب لازم نواجه بيه المنافس في التوقيت ده. مين عناصر الخطوره اللي شفتها في فرقه الترجي امبارح وشايف انه دي ممكن تكون مصدر التهديد الاساسي للاهلي في الماتش اللي جاي؟ هو خط الهجوم كويس الحقيقه، خط الهجوم بتاعه يعني خالد عبد الباسط ده اللاعب الغاني طبعا قوي حربة. وسريع، ممكن يكون الفينش بتاعه في انهاء الهجمه يعني مش أحسن اقل حاجة. مستوى بس ثم ما وصلوش امبارح كابتن محمود، لا ما يعني واحدة بس الاختراق اللي حصل والشناوي شالها بالزبط. ما شفتش خطوره حقيقيه لاي حد من الفراوده بتاعت لا احنا ادائنا الدفاع كان مميز حقيقي يعني من الفريق ككل، التكتيك الدفاعي والاداء الدفاعي كان مميز عندنا، يمكن ده اللي خلى يعني ما يبانش مميزاتهم او يظهر لهم اي تفوق في الناحيه الهجوميه بتاعتهم. انما انا بقول يعني انا بعتقد ان الفرقه عندها اجهاد، واعتقد الماتش الجاي مش هيبقى بهذا الاجهاد ده. هم اكيد يعني شكل التدريب كان فيه كثافه زايده شويه او اسباب تانية ما اعرفش يعني، بس هم كان فيه اجهاد صعب فرقه كبيره تلعب على مستوى البطولات نقول ما نقول ان سبب المستوى الاداء البدني دوت يرجع لضعف اللياقه البدنيه. لا طبعا ده كلام مش منطقي. انما ضعف الاداء البدني ده خصوصا مع نهايه المباراه اكيد سبب ان اللعيبه كان عندها اجهاد. الاداء بتاعهم البدني هيبقى اقوى من كده. تشكيله الاهلي اتغير فيها ولا تلعب بنفس التشكيله اللي لعبت مباراه الذهاب؟ لا لعب عندك نفس. يمكن اعتقد انه محمود متولي داخل التمرين، بس طبعا محمود متولي بعيد بقى له فتره. محمد هاني مفترض ان شاء الله هينزل يعني الفريق راح 48 ساعه ويرجع الثلاث يتمرن، وقبل الماتش ب 48 ساعه هيكون في معسكر مغلق. تفكر في هاني ولا تخلي اكرم ثابت بما انه خض المواجهه الاولى ولعب ولعب على حمد الهوني وعارف يعني تفكر ازاي في تشكيله الفرقه؟ منطقيا طالما انا تفوق ليا في الاداء وفي النتيجه وخارج ملعبي وهلعب على ملعبي وفي ظروف اكثر يعني اريحيه، مش اريحيه يعني في تهاون في اللعب ما اقصدش كده، انما بتنزل اكثر ثقه، لا طبعا لازم اثبت التشكيل ما غيرش، وخصوصا ان كله اجاد وكله ادى وكله خرج سليم مفيش اي مشاكل عندنا، لا نفس الاداء او نفس التشكيل يعني. التغييرات اللي عملها مستر موسيماني قريتها ازاي؟ يعني نزول حسين الشحات، نزول رامي ربيعه، نزول بواليا، ازاي شفت تغييرات مستر موسيماني في المباراه؟ وقفشه قبلهم ومجدي قفشه طبعا. مجدي قفشه احنا لما ظهر التفوق البدني عندنا احنا محتاجين سيطره في الثلث الهجومي، مهم جدا حد يقدر التمرير كويس يقود حته التمرير دي بحيث ان احنا نقدر نحتفظ بالكره ما تروحش مننا بسهوله، ونقدر يعني نهدد مرمى المنافس. انت لو بصيت يمكن قفشه نزل قبل الهدف يمكن بثلاث اربع دقائق تقريبا في 62 غير تقريبا، والهدف جه في الدقيقه 65 او 66. لا ده التوقيت ده كويس جدا وكان تغيير ممتاز الحقيقه، وغير شكل واظهر السيطره بتاعتنا وادانا ثقه اكتر. ايوه فالتغيير ده تبتدي بيه قفشه الماتش اللي جاي؟ يعني تلعب 4-3 هو ولا هتلعب 4-2-3-1 الطريقه اللي متعود عليها مستر موسيماني طول الموسم؟ يعني هو قفشه ضروري الحقيقه، يعني قفشه ضروري يعني بس يعني هتطلع مين؟ هطلع حد من الخط الوسط اللي هو الدفاعي ده اللي هو حمدي ديانج السليم بالظبط. بالظبط ونلعب بالطريقه الاعتياديه بتاع العاديه بتاعتنا. هو ده الاحتمال الوحيد اللي ممكن يتم. ممكن يتم هطلع حمدي ولا السليم ولا ديانج في الفتره ديت؟ يعني لو هتبتدي بقفشه، لو هيبتدي يبقى انت حمدي. اكرم قلت لي هتلعب يبقى أكرم. حمدي لازم ابدا بإيلو ديانج في الفتره دي. هو المستويات متقاربه، خد بالك الموسم طبعا بتتغير الفورمه الرياضيه من لاعب اخر احيانا الاداء بيهبط طبيعي. ولما بيبقى في اصابه برضو يعني عقبال ما بيرجع بياخد وقت، حتى لو سليم انت مش هتقدر تقدر تأدي المباريات كلها بمستوى 90% مثلا. بيجي فتره الاداء بيهبط وبعد كده يرجع تاني، انما في الفتره ديت لا في تفوق للسوليه وإيليو ديانج. حضور الجماهير خصوصا طبعا بعد الاعداد اللي حضرت في مباراه رادس، يمكن في مطالبه بانه الاهلي يسمح ليه بحضور 20,000 متفرج، شايف انه يكون ليهم تاثير
ايجابي طبعا على طبعًا. على المباراه طبعا طبعا لو 5000 هيبقى لهم تاثير ايجابي. مهم طبعا لصالحنا طبعا في الشك. كايزر تشيفز الوداد منافس محتمل، الاثنين منافسين محتملين، تابعتهم اثناء لا ما تابعتش بدايتها كده فوجئت بالنتيجه الحقيقه. النتيجة طبعا يمكن احنا قلنا في بدايه الحلقه اللي ما تابعناش انه كايزر تشيفز عمل المفاجاه، عمل المستحيل من وجهه نظر حتى كل الزملاء كلهم كانوا شايفين ان حظوظ الوداد، وخصوصا طبعا بيبقى حافز كمان اضافي للوداد انه مباراه النهائيه هتتلعب على ارضه في المغرب، فبالتالي عنده رغبه في انه يوصل للمباراه النهائيه لانه بالتاكيد يعني هتعلي من حظوظه في التتويج باللقب. بس عندي احساس برضو المباراه ممكن يوصل المباراه 50-50% يعني الفرص اعتقد متساويه. انت افضل لك يا كابتن محمود يعني لو بتختار تفضل تواجه مين في النهائي؟ كايزر تشيفز. كايزر تشيفز طبعا لان الحافز عند الوداد زي ما قلنا على الترجي يميزه انه حاطط هدف وبيسعى للفوز وبيسعى للبطوله. الاحساس ده عند الوداد اكتر كتير قوي من عند كايزر تشيفز. وكمان بالنسبه لي كفرقه بتلعب على بطوله يعني اقابل فريق زي كايزر تشيفز على ارض محايده افضل ما اروح العب الوداد على ملعبه. بالظبط. بس انا عندي احساس ان الوداد لسه عندك احساس ان الوداد هيوصل. بالظبط. هو الوداد طبعا غير لعيبه كتير عن الموسم الماضي. وجه فوزي البنزرتي ده مدرب تونسي مدرب هايل طبعا له تاريخ كبير، وعندهم 4 تقريبا في المنتخب مختارين في اخر تجمع يعني، وفي وسط عدد اللاعبين المحترفين في الخارج المغاربه يعني ان كونك فريق مغربي بيتاخد منه 4 لاعبين بيلعبوا في الدوري المحلي اعتقد دي تحسب له يعني كلمه. اتفضل يا كابتن محمود. بس هي النتيجه انا فوجئت بيها الحقيقه. تتوقع لسه ان المباراه او المواجهه لم تحسم يعني؟ انا احساس ان الوداد هو حظوظ الوداد اوفر بالرغم من ماتش العوده في مباراه العوده. طب خليني اتكلم بقى على موسيماني يعني اخيرا كده. الحقيقه يمكن في كل المواجهات اللي من العيار الثقيل يعني مفيش مواجهة الحقيقة مع فريق دايما تعمل له حساب او تبقى حاطط ايدك على قلبك وانت رايح تلعب معاه في ملعبه، الا والراجل حقيقة قدم مباراة وكأنها كل مرة فرصة لمفاجأة جماهير النادي الاهلي. شايف الراجل ازاي قرايته للماتشات، قرايته للفرق المنافسة خصوصا الفرق الكبيرة في افريقيا زي سان داونز، ويعني مش هتكلم على دور المجموعات لانه قدم فيها عروض محترمة جدا، لكن خليني اتكلم على فرقتين او مواجهتين، مرة مع سان داونز مرة مع الترجي التونسي والفاينل بتاع افريقيا مع الزمالك. انا مش عايز ارجع بقى كاس عالم وكده، كانت قريبه يعني قصدي كانت قريبه برضو فاينل سوبر افريقيا نهضه بركان بالظبط، والمباراه اللي اتلعبت على المركز الثالث بيننا وبين بالميراس فوزنا بضربات الجزاء برضو ادى بشكل كويس ويحترم. انا لما اكون مدرب بقدر ادي المباريات بشكل كويس واخطط لها واعمل اعداد ليها كويس واستغل كل المميزات اللي عندي وازاي اقف او يتم ايقاف العناصر المميزه في الفريق المنافس. الفرق الكبيره اللي انت بتواجهها وانت فريق كبير اعتقد بتبقى من الناحيه التكتيكيه واضحه قدامك، انما الفرق الصغيره ممكن اللعب يكون عشوائي اداء عشوائي. كمان الفرق الصغيره مستويات اللاعبين بين الصعود والهبوط لا ممكن بين مباراه واخرى اللاعب يعلى ويصعد ويؤدي بشكل كويس ويؤدي بشكل ضعيف، ما بتبقى في حيره في انك تدرس المنافس وتقيمه وتحط التشكيل الصح وتحط الاداء والاسلوب اللي هتقدر تلعب بيه. هو مميز في دي الحقيقه وهو اثبت في كده. حضرتك ذكرت مباراتين او ثلاثه وانا ذكرت مباراه يعني كل فعلا لا اصل المباراتين دول جم في وقت كان في انتقاد يعني لما رحنا كاس العالم ما كانش حد بيطالب بانك انت تتوج بالبطوله، ورغم كده اديت ماتشات محترمه جدا وقدرت انك انت تجيب برونزيه، لكن المواجهتين الاخيرتين على وجه التحديد دول كانت الانتقادات لمستر موسيماني كتير قوي، وكانت الاصوات على الرغم انه راجل ماشي 10 على 10 يعني فيش بطوله دخلها الا وبينافس عليها. عشان كده بقول انه رغم الانتقادات الشديده والاصوات العاليه في الفتره الاخيره دي كان الراجل بيحقق في مواجهتين في منتهى الصعوبه سان داونز هنا وهناك والترجي في رادس بيحقق نتائج ايجابيه وبيقدم كمان في ماتش الترجي اداء محترم جدا. بس ما هو الاداء مش لعب على البطوله واحراز بطوله
مش هيعتمد بس على مدير فني. مدير فني مش هيحرك فاهم طبعا قطع الشطرنج يعني، في دعم من الاداره وفي قماشه لاعبين وتتكلم عن النادي الاهلي طبعا، والصفات الارضيه عند اللاعبين يعني وتاريخ النادي. معايا فريق تاني كان ممكن يحقق هذا الكم من البطولات في الفتره دي، هو ليه يعني ليه جزء بيعمله طبعا، هنقول 70%. انما في 30% من الاداره والصفات، مش مستوى اللاعبين بس. أيوة. انا بتكلم على مستوى طموح عند اللاعب، الاراده اللي عنده والتصميم وشخصيته الفريق. صحيح. تاريخ النادي، اسم النادي، هيبه النادي، مجلس الاداره، الجهاز الاداري موجود، الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعاً. الجهاز المسؤول عن الاعداد البدني الكابتن، وجود الكابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي والمشرف عام على الكوره، بيحتوي اللاعبين ومر بتجارب كبيره جدا سواء على النادي ومع المنتخب، بيقدر يوجه وعارف اللعيبه وبيتابعهم، بيحضر التمرين، سفريات على طول معاهم، كل دي عوامل يعني، ودي حاجه كويسه يعني. يمكن احيانا بتبقى اللعيب بيهبط مستواه في مستوى مع منافس متوسط المستوى، بتقدر العيوب دي ما بتخسرنيش، بقدر برضو افوز. صحيح. انما في اللقاءات القويه يعني بقدر اعد، وبتقدر كل يعني كل الجبهات كلها بتبقى ماشيه في اتجاه واحد. صحيح. وخط واحد. منظومه عمل نادي الاهلي الحقيقه واحده من اهم الدعايم اللي بتتقدم لاي جهاز فني بيتولى المسؤوليه، مش بس في كره القدم، في كل الرياضات. شخصيه البطل اللي موجوده عند كل واحد بيلبس تيشيرت نادي الاهلي في كل الرياضات، كل دي بالتاكيد عوامل مساعده لاي مدير فني على بيتولى المسؤوليه على تحقيق اهدافه على المستوى الشخصي واهداف النادي طبعا في المقام الاول. متفائلين ان شاء الله كابتن محمود بلقاء السبت بس. ماتش صعبه متفقين، دي حقيقي يعني حقيقي، والنتيجه دي زودت من صعوبته. يمكن الترجي لو كان محقق نتيجه ايجابيه مش ما كانش هيجي بنفس حاله التحفز او نفس حاله الطموح اللي موجود عنه في انه يلعب في كل، لانه ببساطه شديده جدا ما عندوش شيء يخسره. لو كان كسبان في رادس كان هيجي وهو عنده شيء يخسره، والتحفز ده كان ممكن النادي الاهلي يستغله، لكن احنا بنلعب قدام فريق ما عندوش اي حاجه يخسرها، وبالتالي هيقدم كل ما عنده عشان يحاول ان هو يتغلب على النادي الاهلي، وده طبعا سيناريو ما نتمناهوش. وشايفين انه لغايه اللحظه كفه النادي الاهلي هي الاتقل. اذا كان زي ما قلت بالظبط قبل ماتش الترجي، وقلت لحضراتكم ان الاهلي في رادس قادر انه يكسب الترجي اذا ما كان محافظ على مستوى من الالتزام والجديه والتركيز، وقد كان. ونتمنى ان شاء الله السيناريو ده يتكرر في القاهره ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا كابتن محمود، نتقابل ان شاء الله في فرص تانية، نهني بعض بانتصار جديد، وان شاء الله باذن الله يكون عندنا فرصه ان احنا نتكلم عن مواجهه النهائي ايا كان بقى الوداد المغربي او كازا تشيفز. المهم ان شاء الله نحجز بطاقه التاهل النهائي، ولكل مقام مقال. بشكر حضراتكم على المتابعه، وقابلكم بكره في نفس الميعاد.